مر 50 يوما تقريبا منذ إغلاق الحلاقين، ولكن ارتدنا أن ندبر أمرنا بإمكانياتنا المتاحة. أنا شخصيا لم أفكر بالذهاب مباشرة إلى الحلاق، ولكن باعتقادي أن كل شخص أدرى بنفسه، وإن كان يعتقد أنه يشعر بالتعب فعليه التزام المنزل. باعتقادي أن قرار إعادة الفتح مبكر، فما يزال المرض مستمرا، وحسب علمي يوجد شباب يموتون، وأن فتحت مراكز التسوق يجب ألا يذهب المسنون أو متوسطو السن. أما الحلاقون فهو قرار مبكر أيضا، لأن المرض يمكن أن ينتشر. أنا تاجر ولدي 3 محال، ولكنها مغلقة حاليا، ولا أعتقد أن قرار إعادة الفتح صائب، وبرأيي فإن تخفيف الإجراءات الآن ليس بالأمر الصواب إطلاقا. قفشتما أولي كسينلكلي ساغلقلي بي أولي ديل.